بنفس هذا الحكي سواء كان مناطق النظام أو المناطق الأخرى. بالتالي طالما الظلم نفسه، مين اللي قال إنه رح تتوقف؟ قد بعض الأجيال الآن تضعف شوية، مثلك الأجيال القادمة تأكد تماماً حتكون أكثر حماساً. اللي طلع مليونية بال 2011 بحما، هدول مين هدول؟ هدول أيتام الثمانينات. أنت متخيل الآن أيتام 2011 لما يطلعوا حيتحركوا جوا سوريا كثورة وكمظاهرات، متخيل الأعداد بدها تطلع؟ حيطلع ملايين. لذلك الكابوس عن نظام مش رح ينتهي.